كنا في كان المهندس ابراهيم محلب كان عمل اجتماع مع الاعلاميين، وهو الحقيقه واحد يعني من انا بعتبره من اخلص رؤساء الحكومه اللي جم الحقيقه، ومن انظف الناس يعني. وبعدين وجه كلامه ل يعني لاحد الاعلاميين، فبيقول له انت بتهاجم ليه وزير التربيه والتعليم؟ وبعدين بص لي انا كده وقال لي انت بتهاجم ليه غدا والي؟ فقلت له يا فندم لانها ما بتردش على حد، ولا عندها حد بيرد على مشاكل اصحاب المعاشات. فهي قامت قايله اصل انا ما بردش على التليفون بعد الساعه 6، واللي يعوزني يبعت لي ايميل. فانا فاكر ان انا انفعلت وقلت لها حقنا عليك انك تردي، ولو مش عايزه تردي استقيلي. وده كان في وشها وقدام رئيس الحكومه، وقدام كان في تقريبا معظم الحكومه كانت موجوده، وكنا مجتمعين في مركز هوايه الاستثمار اللي على صلاح سالم. فلقيتها اتشنجت وبتاع مش عارف ايه، وقعدت يعني تنتقد الاعلام وكذا يعني. وانا بعتبر انه المسؤول اللي بينتقد الاعلام مسؤول ضعيف، لانه هو لو واثق من نفسه وواثق انه على حق مش هيكره الاعلام. في مسؤولين بيكرهوا الاعلام، منهم غدا والي، وده احد معايير انا بالنسبه لي اذا كان الوزير تمام او مش تمام، يمين او شمال، كوريكت ولا نوت كوريكت. فانا بقول للسيده غدا والي انت بتكرهي الاعلام لان انت مش تمام، وملف اصحاب المعاشات لازم ملف يستحق ان انت تتعاملي معاه بضمير وبجرأة، والا الاعلام هيفتحه بضمير وبجرأة وانت اللي هيبقى شكلك مش كويس. بجد الكلام اللي قلتيه النهارده مش في صالحك، مش في صالحك. يعني بقول لك مش بس مش قانونا مش في صالحك، انسانيا مش في صالحك. المسؤوليه السياسيه اللي عليكي لا تمارسينها في هذا الملف، انت عليكي مسؤوليه سياسيه جسيمه. إذا لم تمارسينها تحاكمي، تحاكمي شعبيا وإعلاميا، وقادة الرأي العام يحاكموكي. ملف أصحاب المعاشات ملف خطير يا ريس، وملف كبير، وملف يستحق إن الرئاسة تهتم بيه، وأنا عارف إن هو فيه اهتمام، لكن أصحاب المعاشات مش حاسين إن فيه اهتمام. إحنا بنسافر أي بلد متحضر بيبقى مكتوب كده في كل المواصلات العامة، إذا كنت فوق الستين وعلى المعاش من حقك اولا ان تجلس ولا تدفع، من حقك ان تركب مجانا. وعايز اقول لكم اصحاب المعاشات في دول كتير، مش هقول لكم بقى فرنسا وانجلترا، لا، في دول في اسيا مثلا، الصين مثلا، وفي بعض الدول العربيه بالمناسبه، يعني يمكن منهم الامارات، عامله مستحقات لاصحاب المعاشات، بمعنى انه ممكن ياكل ببلاش، وطبعا ورعايه صحيه كامله ببلاش. انما النهارده بقى الوزير بعد القرارات الجديده هياخد معاش فوق ال 30,000، فالساده غدا والي ضامنه انها هيبقى معاها فلوس. هتهتم ليه بالعيان والوكسان واللي عنده سكر وضغط وقلب من ابائنا او اجدادنا اصحاب المعاشات؟ ارجو المهندس شريف اسماعيل اللي عانى تجربه المرض وربنا كرمه وخف، ان هو قبل ما يمشي، سواء مشي دلوقتي او بعدين، ينظر بعين الرحمه والعطف وعين الالم اللي هو داقه في المرض لاصحاب المعاشات. تذكر يا باش مهندس انك هتقف قدام ربنا وهتبقى مسؤول. اذا كانت غدا والي مسؤوله مسؤوليه مباشره، انت مسؤول. الرئيس السيسي مسؤول. عندنا ملايين اصحاب المعاشات بيعانوا بيئنوا. من لهم الاك يا سيدي يا رئيس؟ بعد الله. اللهم بلغت، اللهم فشلت. انا عندي قصص يعني تشيب شعر الكتكوت، عندي حواديت وقصص، اقسم بالله تليفوني ما بيبطل رن، والرسائل اللي بتجيلنا اصحاب المعاشات، اصحاب المعاشات. احد معايير احترام الامم انك تحترم اللي خدم البلد وطلع بعد سن الستين وبيقول يا رب، بيقول يا رب.